هي رمز نسائي يعني، وهي كانت ضيفه عندنا قبل كده في 10 الصبح في الاهلي. هي واحده من بطلات مصر اللي حقيقي حقيقي شرفتنا عالميا. المصارعه المصريه سمر حمزه حصدت المركز الاول والميداليه الذهبيه ببطوله الجائزه الكبرى للمصارعه، استضافتها روسيا بعد الفوز على بطله روسيا إيكاترينا بوكينا على ارضها في المباراه النهائيه، يعني ده كان بالامس في اطار منافسات وزن ال 67 كيلو جرام، لتحصد هنا بقى لقب البطوله. وبتستعد سمر كمان للمشاركه في دوره الالعاب الاولمبيه بطوكيو مقرر ليها في الفتره ما بين مفروض 23 يوليو وحتى 8 اغسطس المقبل، ده لو ما تاجلتش طبعا تاني. سمر حمزه تاهلت للاولمبياد عن طريق هنا التصفيات الافريقيه اللي اقيمت في تونس ابريل اللي فات، وبالتوفيق طبعا. احنا بنقول للبطله المصريه اللي مشرفانا سمر واللي عندها اصرار، ولما كانت حقيقي يعني معانا هنا في 10 الصبح حسينا قد ايه هي شخص مش بس بطل، لا هي شخص عندها او يعني بتتميز بحاجات كتيره جدا. يعني اولا هي شخص متفائل جدا، شخص عارف هو عايز ايه في الدنيا. كنا بنسالها، فاكر يا كريم كنا بنسالها خطواتك اللي جايه ايه، انت شايفه مثلا الرياضه دي بالنسبه لك كانت تحدي؟ هي قالت انا عارفه كل الكلام ده وانا عارفه ان هو تحدي، ولكن انا عارفه برضو قدراتي وعارفه ان انا اقدر اوصل لاعلى المراتب. واتكلمت عن الاولمبياد، فبجد مبروك، احنا سعداء جدا جدا ان احنا نشوف رمز مصري رياضي بهذا الشكل. حاجه مشرفه جدا. تعالوا بقى نتكلم مع حضراتكم.